ليست نكتة، مذيع مصري لا يعرف أن لغة الموريتانيين هي العربية. مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم، حتى أن البعض نادى بتسميته فيديو العام، وهو للمذيع مدحت شلبي الذي تفاجأ خلال لقائه بعدد من المشجعين الأفارقة على هامش استضافة مصر لبطولة كأس أمم أفريقيا بأن موريتانيا يتحدث شعبها اللغة العربية. نتابع. طب انت بقى رد عليه باللغة الموريتانية، ان موريتانيا بكرة هتكسب مالي. في موريتانيا بيتكلموا عربي عربي بس، العربية، وفي لهجة بس، في لهجة اسمها الحسانية، وفي لهجات وطنية كده زي الكولارية. ونروح بقى ليك اخيرا خالد محمد موسى. نعم. اسمك مصري خالص يعني. سبحان الله. برضو انت كم سنة هنا في القاهرة او في مصر؟ اول سنة. اول سنة. نعم. وتعلمت اللغة العربية ايضا في موريتانيا؟ طبعا. والله من سنين طويلة تعلمت اللغة ولا في مدة قليلة؟ لا، من سنين. كم سنة تعلمت اللغة العربية؟ من بداية تدريسي ادرس بالعربي. لكن الشعب بشكل عام الموريتاني بيتكلم عربي؟ اوكي، يعني قصدي لغة البلد يعني. نعم. اوكي، بتدرس ايه هنا؟ الشيء مقدم على دكتوراه شريعه وقانون في الازهر الشريف ان شاء الله. في الازهر الشريف ما شاء الله. عارف اللقب بتاع منتخب موريتانيا؟ المرابطون. المرابطون. نعم. تعرفوا ليه سموه المرابطون؟ لان كانت انطلاقه المرابطين، دوله المرابطين من بلد موريتانيا. وأطلق المغردون عبر منصة تويتر هاشتاج موريتانيا دولة عربية يا مدحت، تفاعلا مع جهل المذيع بالأمر. وتفاعل الناشطون في مواقع التواصل عبر الهاشتاج، وتباينت التعليقات والانتقادات بين من رأى الأمر جهلا شخصيا يخص المذيع وحده، ومن طالب بالاعتذار الصريح للموريتانيين عن هذه السقطة. ووسط ردود الفعل لقي المقطع سخرية واسعة عبر منصات التواصل، من سؤال المذيع المصري مدحت شلبي للضيف الموريتاني: الشعب بشكل عام بيتكلم عربي؟ تعلمت العربي فين؟ قادر فريدة قال: كيف لبلد المليون شاعر أن لا يتكلم اللغة العربية؟ ألا وهي الدولة التي أنجبت العلماء والفقهاء والشعراء، أرض شنقيط، أرض المنارة، أرض الرباط. لا تجهل يا أخ مدحت، موريتانيا دولة عربية يا مدحت. مذيع برتبة مجند يتلقى الأوامر حتى في طريقة نومه، يسأل أهل بلد يرضعون أولادهم ألفية ابن مالك ويفطمونهم على المعلقات: أين تعلمت العربية؟ هذا كان سيف صلاح. سيف مدريتا قال: أقسم بالله حاجة تكسف، بس احنا بريئين من هذه الشخصيات أمثال مدحت شلبي، عامل فيها جنرال المذيعين وهو مش عارف خريطة الوطن العربي. احنا أسفين يا أجمل شعب موريتاني عربي في الدنيا. موريتانيا دولة عربية يا مدحت، انت ازاي بتتكلم عربي كويس رغم انك موريتاني؟ يعني انت تعلمت؟ رمضان محمد قال: يا ريت بعد كده يعملوا اختبار لأي إعلامي قبل ما يبدأ في التاريخ والجغرافيا، بلاش فضايح، احنا منظرنا بقى وحش جدا. فايز عطية الشمري كتب: موريتانيا دولة عربية يا مدحت، لو جمعنا كل المتحدثين من مدعي العلم باللغة العربية لما تحدثوا بها ونطقوها بصحة نطق عجوز عربي في أقصى صحراء موريتانيا، ويطل علينا هذا المدحت بجهله. يا أخي حضر لنفسك قبل دخول البرنامج واعرف أنت بتقابل من أو أنت تقابل من. كريم فاضل يقول: موريتانيا دولة عربية يا مدحت، وهو الهاشتاج. يا مدحت نعتذر كشعب مصري عن جهل هذا الشخص، والذي بالمناسبة يجهل أمور داخل مصر ما بالكم بخارجها. ليس غريبا عموما عليه ولا على غيره من أبناء أبو 50%.